ابتكر طالب مصري يدعى عمر عبد السلام نظارة يمكنها ترجمة الصوت إلى لغة الإشارة بشكل يساعد الصم والبكم على الاندماج أكثر في المجتمع ويقلل من مشكلات التواصل لديهم. هذا الطالب طبعا هو هذا الطالب الذي ترونه الآن نتحدث عنه والذي ما زال على مقاعد الدراسة في تخصص الاتصالات والحاسبات. راودته فكرة الاختراع هذه عندما تعرض لموقف محرج مع والده عندما كان في سفر وتوقف في الطريق عند إحدى مراكز صيانة السيارات لإصلاح إطارات سيارتهما حيث كان العامل في المركز من الصم والبكم. وعندما حاول والده كتابة ما يريد فشل العامل في قراءة ما كتبه لأنه لا يجيد القراءة أو الكتابة. من هنا جاءت الفكرة ومن ثم البحث والتخطيط في صنع نظارة تترجم الصوت إلى لغة إشارة يستطيع فهمها أصحاب الهمم الذين يعانون من هذه المشكلة، وبذلك تحل واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهونها خاصة عند أولئك المولودون بهذه الحالة. لن نطيل المزيد، سندع عمر نفسه يشرح لنا عن اختراعه وأين وصل به حتى الآن وآلية عمله. معي من القاهرة المخترع المصري السيد عمر عبد السلام الآن. أهلا بك عمر، معنا على سكاي نيوز عربية في منصات. قصتك لاقت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا، محظوظون كثير من الشباب الذين يلقون هذا الإبداع وأيضا يتأثرون فيه. عمر، بداية أريد أن أسألك، ما الذي دعاك إلى هذا الاختراع؟ ما الذي تحرك فيك للإحساس بهذه الفئة؟ الأول أهلا بحضرتك. أنا الفكرة جيت لي من 2015، كنت أنا مسافر مع والدي في فرح في مدينة بورسعيد، فساعتها حصل مشكلة في التواصل ما بيننا وما بين الأصم ده، فكنت يعني حسيت بحزن كبير قوي إن أنا مش قادر أتواصل مع الشخص ده. فساعتها فكرت ليه، بما إن التواصل ما بيننا هو الرؤية، ليه ما نعملش نظارة للأصم لما هو يلبسها وأنا أكلمه صوتي يترجم له لغة إشارة تظهر له على عدسات النظارة، وبالتالي الأصم هيفهم كلام الناس. كمان لما حد يكلمه صوتنا يترجم له لغة صوت يترجم له لغة إشارة فالأصم يفهم كلامي، ولما هو يعمل لغة إشارة بإيديه النظارة تترجم الإشارات دي صوت يطلع من سماعات موجودة في النظارة، وبالتالي التواصل هيتحل ما بيننا، الإشارة تترجم صوت والصوت يترجم إشارة. كمان لو أنا اديته ورقة أو كده وهو حابب يقرأ حاجة معينة، النظارة تترجم له الكتابة دي لغة إشارة تظهر على عدسات النظارة. فالفكرة لما جيت بدأت أشوف على مستوى العالم، لقيت إن الموضوع فعلا مش موجود، وإن في عدد كبير جدا من الصم في العالم بيعانوا من مشكلة التواصل، وإن هم طيب عمر، أنت بالطبع يعني قمت ببحث شامل، لكن دعني أسألك سؤالة بسيطة جدا، كم تبلغ من العمر الآن عمر؟ أنا 19 ونص. طيب هل لديك النظارة الآن لكي نستطيع أن نراها؟ إذا ليست لديك النظارة، دعنا نلقي عليها نظرة. هي دي النظارة. طيب هذه إذا النظارة، اشرح لنا شوي قليلا منها عمر. فكرة النظارة ان هي بتوفر للأصم حاجتين، ان هو يتواصل مع الناس بسهولة، وان هو يقدر ان هو يندمج اكتر في المجتمع ويدخل المدارس والجامعات وكده. فهو الأصم بيلبسها وفي هنا بوش بوتنز بيضغط عليها زرار، لما بيضغط عليه لو حد جاي يكلمه صوت الناس بيترجم له لغة إشارة بتظهر له على السكرين اللي جوه دي. كمان لو هو بيعمل إشارة بإيديه ففي كاميرا بتصور الإشارات بتاعته وبتطلعها صوت من السبيكر الموجود هنا، وبالتالي الشخص السليم هيفهم الأصم، ولما حد يكلمه الصوت هيترجم له هنا لغة إشارة. لو هو عايز يقرأ ورقة فبيضغط على بوش بوتن تاني هنا وبيحط الورقة تحت وبتبدأ تترجم له الكتابة دي لغة إشارة بتظهر له على عدسات النظارة، وبالتالي هيقدر إن هو يتواصل ويقدر إن هو يقرأ أو يكتب أي حاجة. طيب عمر، متى ستكون هذه معروضة يعني في الأسواق؟ هل يعني تحدثت مع مسؤولين هناك في مصر أو شركات لعملية تصنيعها؟ إلى أي مدى هناك تفاعل مع هذه الجهات حول هذا الموضوع؟ أنا اشتغلت على النظارة من 2015 حتى الآن، عملت فيها 9 نماذج،
بدأتها بأبليكيشن على الموبايل بيترجم الصور لإشارة، نظارة بتترجم ثلاث كلمات بس لإشارة، مرارا بتسع نماذج لغاية لما وصلنا النظارة دي دلوقتي بتترجم الصوت لإشارة، وزنها 80 جرام بس، بتترجم الكتابة للغة إشارة، ولو هو بيعمل إشارة فهي بترجم 10 إشارات بس لصوت. علشان ان هي توصل ان هي تبقى منتج فعلا، ده لسه محتاج شغل R&D كبير، ان احنا نطور اكتر فيها بحيث ان هي تبقى منتج نهائي قابل للاستخدام. تحت في باور بانك بيشغلها، وفي بروسيسور تحت ان احنا نعملها نظارة كومباكت ببعضها، فيها البروسيسور بتاعها، فيها كل حاجة. ده حاليا شغال عليه ان شاء الله في بروتوتايب 10، هو اللي هيبقى بيأدي ده، وساعتها طيب نقدر ان احنا نقول ان هو ينزل از برودكت في السوق فعلا. ف انا حاليا مقدم في حاضنة تبع وزارة الاتصالات علشان ان احنا نشتغل على تطوير المنتج يعني ان شاء الله. طيب أتمنى لك كل التوفيق، هذا عمل إنساني متقدم إن شاء الله تتوفق فيه. من القاهرة المخترع المصري السيد عمر عبد السلام، شكرا جزيلا لك.